كم يساعد قدر عضو اللجنة التمثيلية لآباء وأمهات مدارس مجموعة مدارس الصفوة الجديدة. كنشكركم على هذه الوقفة النضالية، وهذا تعبير منا لجميع المسؤولين بالجديدة وعلى رأسهم عامل صاحب جلالة على مدينة جديدة، والذين تفاءلوا إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يلقى لنا حلا لهذه القضية. ونقول لكم كمواطنين مغاربة ليس لنا علاقة بالصفوة، يعني علاقة إلا علاقة أباء لأبناء يتمدرسون في طرق منهجية تربوية مغربية سليمة 100%. وكنزيد نضيف، كنقول لكم بأنه كمواطن عنده كرامة ديالو وبلسان ماشي ديالي أنا، بجميع الآباء والأمهات كيردولوش الهضرة. حنا عندنا كرامة ديالنا، ومن كرامتنا وهو عندنا حق الاختيار في الوسط الدراسي، ما يفرضوش علينا شي وسط دراسي اخر، لا سيما ان ابناءنا يتمتعون بكل حريه في التربيه وفي الاخلاق وفي كل شيء، ولا يمكن بتاتا ان نزعزعهم في هذه الاونه وهذه اللحظه والتي تتزامن مع نهايه الاسدس الاول والامتحانات. فمزيد من الحكمه والتبصر والتعقل يا اخوان. انا البارح السيده كتعيط عليا كتقول لي بنتي كتقرا في لاليونس، وكتقول لها اخرى انت كتقراي فين؟ قالت لها في الصباح. كتقرا في هذاك ديال الارهاب. حشومه عليكم، هذا الكلام ما خصوش يتقال. بنيات وليدات بسطاء لا ذنب لهم في هذه المسائل، في هذه المسائل السياسويه. حنايا عندنا علاقه بوليداتنا، علاقه مده تتبعهم يوم عن يوم، وكذلك المدرسة يعرفون التلميذ في الساحة اسم باسم، تلميذ تلميذ. هذا الحمد لله. والاقتدار، لا نجد هناك اقتدار. 17 14 في القسم لا تجد في مدارس أخرى، لا تجد في مدارس أخرى. عندنا الحمد لله كاع الحمد لله اللي كنلقاو فيه الوليدات عندنا، يعني سيبانويس. بوركو حنا اون فا كلوجير؟ كيقول لك واحد لا سيتاسيون فرونسيز، جو سي با سي سي ان بروفيرب او لا سيتاسيون، كيقول لك فيرمي اون ايكول اوفغيغ ان بريزون. سد مدرسه افتح سجن. ومن هذا المنطلق الله يجازيكم بخير، حنا كنقولوا للمسؤول واللي متفائلين منه الله يجازيه بخير، المسؤول الاول، انه يلقى لنا الحل في العاجل، لان ضررنا حنايا وليداتنا سيكولوجيا ونفسيا ومعنويا وماديا. الله يجازيكم بخير وشكرا. نحن لنا عقل لنا فكر، مغاربه ونعتز بالوطن، لنا ملك به نفخر، صغار صفوة نحن لا يعجزنا أمره. أحببت أصدقائي، ألفت أساتذتي، مدرستي حضن دافئ، من غير الصفوة أنا لاجئ. تعلمت فيها أن دمي وطني ونبض قلبي ملكي، حمراء خضراء رايتي، لما تنزعون هويتي. صغار صفوة نحن لنا عقل لنا فكر، أشبال صفوة نتعلم بحب، نهوى المرح نهوى اللعب، اتركونا في المؤسسة وابعدونا عن السياسة. مدرستي حضن دافئ، من غير الصفوة أنا لاجئ. سأقولها وكل محبة، كلنا صغار كلنا صفوة. لا للنجوم بالتبكير، الشيخ صافينو تلاميذ ديال الصفوة، هادو وليدات ديال الصفوة. نعم للتذكير، هذا كلام ديال تلميذات الصفوة.